يقول في بعض المساجد هناك سواري في الصف الأول، فهل هذه السواري تقطع الصف ومن بعد هذه السارية لا يكون في الصف الأول شيء؟ إذا كان المسجد مزدحما واحتجتم إلى الوقوف بين السواري فلا بأس، أما إذا كان المسجد واسعا فلا تقفوا بين السواري، خلوا الصف متصل ليس فيه سواري. نعم.